مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بدأ فعاليات احتفال بمرور 25 سنة على إنشائه. الاحتفالية حضرها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، تحدث فيها الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، وأيضا كاميرا مصر النهاردة كانت هناك. مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حقيقة حلقة، لكن حلقة فاعلة وبناءة في تاريخ المعلومات ودعم القرار في هذا البلد. بدأنا زي ما قال الدكتور هشام بميزانية صغيرة جدا ومجموعة صغيرة جدا، لكن في النهاية أعتقد أن كان هناك قوة دفع ذاتي اتبنت في داخل هذا المكان، قدر من خلالها أن هو يساهم مساهمة فعالة في، مش هقول بس في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في الحياة السياسية، في الحياة الاقتصادية في مصر في فترة بعتبرها من أكبر فترات التحول. والله يعني أنا سعيد اليوم إن إحنا بنحتفل باليوبيل الفضي لمركز معلومات مجلس الوزراء. صناعة تكنولوجيا المعلومات بقت صناعة راسخة في مصر، وموجودين على التصنيف العالمي الحمد لله بقوة في المجالات المختلفة. لا شك أن مركز المعلومات كان له دعامة أساسية في ذلك في البداية. من المؤكد أن كل الرعيل الأول كان في المركز أسس أشياء كثيرة، لكن يمكن بالإضافة لهذه المنجزات المهمة، لكن أيضا التنمية البشرية وتكوين الكوادر اللي قدرت تلعب دور في مصر مهم جدا في كافة أرجاء مصر. الجيل اللي كرم كله جيل عمالقة سهمهم، وبنكران للذات وأعطوا بلا حدود عدد كبير من القطاعات وعدد يعني مطمئن من المواطنين بيستفيد من الثمرة اللي طرحها مركز المعلومات. كان الحلم مركز معلومات ودعم قرار واحد تربع 1500 كويس، كان الحلم انه يساند مجلس الوزراء كويس، تطور الى ان هو بنى بنية معلوماتية البلد، بنى بنية تقنية البلد كويس، ادخل الانترنت، درب جيل، ادخل ثقافة تحديث جديدة للمجتمع. مصر بعد سنة 50 هتبقى 179 مليون، يعني محتاجين نبني مصر جديدة في 40 سنة. ده تحدي ولا لا؟ هل ممكن يتم الكلام ده بدون معلومات؟